صباح النور. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا، ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه. مرحبا بكم، هذه حلقه جديده من صباح النور معكم حتى ل 11:30 كامل الفريق. ان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم، تسمعونا تشوفونا على FM TV، وكذلك بطبيعه الحال تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك لاباج FM. باش نبداو كالعاده بالميكرو نتاع البدايه، الميكرو نتاع خضره حرب اللي تسال العائله التونسيه كيفاش تتصرف مع صغارها اوقات الامتحانات. هو سؤال ما نعرفش كيفاش الاجابه عليه، ولكن العائله تحاول انها تخلي التلميذ يركز، هذا المبدا معناها، باش انه ينجم يقرا وينجم يراجع، معناها يعمل اخر لي غوتوش الاخرانيين قبل الامتحانات. ولكن فما شكون ساعات يعمل معناها اكسي، يحب برشا يتلهى وربما ذاك ما يعطيش نتائج ايجابيه على التفاعل مع الصغير، معناها يقول له ياسر لهي بيا وخليني نقرا ومعناها ويعني هو احنا خلطنا في جوا، معناها اكيد انه حصل ما في الصدور، ولكن العائله ديما تقعد عندها دور كيفاش تلهى بالصغير. هاي الاجابات بتاع المواطنين اللي قابلتهم خضرة حرب في الميكرو. صباح الخير يا وطني، تعيش وتعيش مدرستي. صباح الخير، صباح النور. وكيما تعرفوا عاد البريود هذه امتحانات صغيرات بين الشفاهي وبين الكتابي والباك زيدا، ما احنا اليوم هبطنا بالذمة باش نسألوا الأميت اللي عندهم صغيرات في الابتدائي كيفاش يتعاملوا معهم، شنية الأسلحة اللي يستعملوها باش يوصلوا المعلومة للصغير، واسكو الأم تقري اكثر، وهذه الحاجه اللي نعرفوها، هل فما بو يعاون زيد في التدريس اي ولا لا؟ تابعوني نشوفوا الاراء مع بعض. حافظه كل شيء. ماذا بيك انت تدخل تعدي؟ ماذا بيا، ماذا بيا، حتى في الريكرياسيون نمشي بحذاهم ونثبت ونشوف وكل. وش هي الميثود اللي عملتها في الدار باش تقري معناتها؟ لا نعاود، هما توا فدوا ديجا اخر العام وكل شيء، يبداو قلقين، دونك انكوراجمون، نعملوا حويجة حلوة، نسيسوا مرة، نعيطوا مرة، كل مرة كيفاه. عندك اسلحة معينة تستعملهم للتحفيز على الدراسة؟ صوتي صوتي هكا هاو تعطيهم هكا هاو. والمسيو يعاونك في القراية في الدار ولا ليه؟ ما يقريش معايا، اما هاكا كي بدينا يراني هكا باش نتغش يكبس، جاي يكبس هو برتهم. انت بنية بركة قريتها وكبرتها بعد بوها يرحمه، وكها والحمد لله تو قاعده تخدم الحمد لله، انا لاهيه بها وانا لاهيه بالدار والشارع والحمد لله. كيفاش قريتها وقت اللي كنت صغيره؟ معناتها كنت عندك طريقه معينه تقري بها، ولا كانت مطوعتك، ولا كانت تعبك شويه؟ لا 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 ما تعبتنيش، كانت تشد معناها الريتم وتقرا وانا موفرت لها طلباتها والحمد لله. قريتها تشود قبل؟ قريتها وتشود في الدار اكيد بالطبيعه. هذاك هما تحذيري اي تحذيري، اما ما نجمش نعمر على تحذيري برشا برشا بحكم برشا صغار، يعني مهما كانت ما تلقاش ياك الظروف الكافيه اني باش تلهي بالذري كل بالتلامذة كل اني باش توفر لهم يعني اللي موجود اللي قرايه باش تنجم روحها في القذف الكلاس. يزمك تتبع ولدك في الدار ويا ربي كان وصل. وتقري انت ولا المدام في الدار؟ والله بالنسبة لل كنعود أنا موجود نقري، أنا كتعود المرأة موجودة تقري هي. هي عبارة باش تعدي، والمشكلة مشكلة فلوس وغالي تيود، هو اللي غالي وخاصة في الأقسام الكبار في التروازي. علاش موجود لي تيود تويكا؟ على خاطر البروف عنده كما نقولوا، يقول لك أنا مرتبط كان بالحصص، ما عنديش حصتين وثلاثة اللي أنا باش نقعد نفسر للتلميذ، والتلميذ ما يستوعبش من الدرس الأولاني، يلزمو يمشي يقرا يتود باش يعاود يفسر له ويعاود يحلل له ويعاود باش هو يستوعب. انت قلت لي وليداتك ما شاء الله رجال تبارك الله، كل واحد شد ثنيته، مازال لك شكون كان في الليسي، كيفاش انصح لميت البيداغوجي اللي تبعتها، شنو ما الاسلحه اللي استعملتهم باش مشيتهم على الثنيه؟ والله انا اصلا انا نحب القرايه ومحببتهم في القرايه، ومانيش نازله عليهم، معناتها نتفاهم ونقرا برشا كيكا. جاب ربي عندي جاره يرحم والديها، لا هي تسمع صوتي ولا انا نسمع صوتها، معناها ديما تتبع التربيه الايجابيه وتحفظ بالسيسه وتلعب شويه، والا فما بعض الاسلحه اللي تبدا لا ما استعملش الاسلحه، ما فماش لايكه بلاستيك، فماش لا 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 ما يوصلش، هذيك في حاجات اخرين.
سافا ماشي لو والله الحمد لله قري فيها قارد وشوية تيد وسافا. وكما كنا نشوفوا الآراء تختلف ما بين الأمات اللي يقولوا اللي هما يقريوا بطريقة حضارية وأمورهم واضحة، ورينا زيدة لبيت اللي تقريين عم. وأنا اليوم الحقيقة تفاجأت أنه فما زيدة دي بابا يتحملوا مسؤولية الدراسة وهما اللي يقريوا صغارهم ويحفظوهم. تبقى بعد هذي الكل إن شاء الله ربي نجح صغيراتنا الكل، وإن شاء الله نشوفوهم في أعلى المراتب إن شاء الله نهاركم. شكرا خضرة، هذا كان الميكرو نتاعها وسؤالها على العائلة التونسية وكيفاش تتصرف مع صغارها في الامتحانات. ما نعرفش علاش متفاجئة خضرة حرب انه الاباء يراجعوا مع ابنائهم، هذا واجب يعني كيما الامهات الاباء لازم يراجعوا اذا كان عندهم وقت، اذا كان عندهم بيان سور المعارف اللازمه باش انهم يراجعوا مع اولادهم، فهذا من واجب الاب والام كيف كيف معناه. شكرا، دونك ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل، هذا الاهم. باش نمشيو لي شنية الحكايه لليوم. شنية الحكايه لليوم، الموضوع هو قطاع الالبان اللي يواجه مشاكل ساهمت في تقليل انتاج الحليب. اكثر تفاصيل مع سي ناصر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه مكلف بالعلاقات والاعلام. سي ناصر عمدوني مرحبا بك. أهلا بك، مرحبا، صباح الخير لكم ولجميع مستمعيكم. شكرا يا سيدي. باهي، أزمة الحليب هي أزمة ماهيش وليدة البارح، عندها مدة كمام، لأنه نسمعوا ومرينا بفترات عديدة فيها مشاكل، معناها بالنسبة لسوم الحليب والتكلفة متاعه والسوم اللي باش يبيعوا به وبرشة تساؤلات. هل اليوم احنا بعدنا شوية عن الأزمة، قراب للأزمة، وين بالضبط؟ هو بالفعل قطاع الألبان منذ سنوات يعيش أزمة، أنا صنفها قديمة جديدة متجددة. وطبعا كما يقول ألبرت أينشتاين، من يعتمد نفس الأساليب يوصل إلى نفس النتائج. احنا تعاطينا مع القطاع ما هوش بعقلية استراتيجية، إنما بعقلية إطفاء الترقيع الترقيع على خاطر اليوم نحن نقارو احنا في وضعية صعيبة، واليوم انه ربما نستناو زيادة مرتقبة في سوم الحليب ما تقلش على 500 مليم هكا في بالي. والله احنا طالبنا بذلك، اي هذه المطالب، هذا طالبنا بذلك كاتحاد، واحنا مع الحوار على قاعدة المصلحة الوطنية اولا، ثم المصلحة القطاعية، ثم مصلحة الحوار موجود سي ناصر، موجود مع الوزارة مع السلطة، لأنه فما حوار يعني تقعدوا مع بعضكم باش أنكم تلقاوا الحلول لدي، خاصة كما تقول أنه الحلول ما عادش لازم تكون بريكولاج، معنا لازم تكون استراتيجية أكثر. طبعا الحوار هو موجود، احنا قاعدين نتحاور مع سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الفلاحة. ولكن خليني نقول لك أي مقترح فيه تكلفة مالية نجد صعوبة في تمريره، أو على الأقل يكون موضوع توافق بيننا. معنى الوزارة ما تقبلش أنكم تغليوا في السوق. إكزاكتومون. شيء اللي خلانا احنا في أن رتب أولوياتنا، عندنا زوز يعني قطاعات أكيد جدا الآن وليس غدا، هو أن مراجعة الأسعار المرجعية عند الإنتاج، فهذه هي مسألة الألبان، يعني قطاع الألبان وقطاع الحبوب. في علاقة بالألبان احنا طلبنا 500 مليم لأنه مش احنا نحب نطلبوها ارتفاع أسعار العلف، وإلا احنا لأنه احنا ولمن لا يعلم أنه السعر المرجعي عند الإنتاج محدد ب 13.140، هذه بعد الإضافة ب 200 مليم يعني كانت 13.140، ولكن لمن لا يعلم في أنه سعر البيع محدد، والمدخلات من علف مركب ومن أعلاف خشنة وغيرها محرر، وسعرها زاد، وسعرها كل مرة يزيد. واللي تعطيه لنا الدولة التونسية باليميك مازال هو ما تفعلش، ونتفاجأ بزيادة لسعر
أساسا الأعلاف المركبة لأنها محررة. أي. وعلى يعني ذلك سي ناصر اليوم زاد نحكيه على أنه ربما الدولة تكون مضطرة أنها تستورد هي تستورد جزء كبير من الأعلاف، ولكن تقريبا فما أرقام كما 300 ألف طن من القرط لمجابهة النقص في العلف، كذلك تمويل الشراءات ذي، يعني هناك مصاعب معناها خاصة في العلف إيجاده وإيجاده بالسوم اللي هو ينجم يعاون الفلاح ولا ينجم يساعده باش ينجم يبيع وما يخسرش كذلك. هذاك دور الدولة في علاقة بنظرية تعديل الأسواق، لابد أن يكون عندها دور تعديلي. ماشي به هذا اليوم ولا لا؟ لا لا ماشي فيه، ماشي فيه، ماشي في علاقة فيه. هل أنه المواطن يستنى زيادة في سوم الحليب؟ شوف شوف، الفلاح راهو المنتج هو بالأساس مواطن، يعني نجم ينتج منتوج ولا اثنين ولا ثلاثة ويستهلك بقية المنتوجات حتى من عليه عن زملائه كمواطن. إذا احنا مواطنين بالأساس ونعرفوا أن القدرة الشرائية للمواطن اليوم أصبحت مهترئة، يعني وما عادتش قادرة. المقترح اللي عنا احنا أنكم تزيدوا 500 مليم، هو أنه وجوبا لابد أنها نزيدوا 500 مليم باش ما تنهارش المنظومة وباش تبقى الناس أو الفلاحة والمربين ينتجوا الحليب، لأن المشكلة هي في منظومة الإنتاج. أما برشا 500 مليم على المواطن وعلى على سوم الشراء. برشا. شوف شوف شوف، احنا من بين المقترحات الاستراتيجية قلنا وأنه يا سيدي نبعدوا على برشا وشوية، خلينا نشوفوا سعر متحرك زادت المدخلات. هاي فليكسيبل معناها زادت يزيد ينقص ينقص المدخلات، معناتها نقص اسعار المدخلات نقصونا ما يقلقنا، لانه ما ريناش برشا انه فما منتوجات ينقص سومها في تونس، ما شفناش بصراحه. انا مريض. احنا اقترحنا سعر متحرك بما يؤمن على الاقل، ما عندناش خمر وتو فيها مش تربح، رانا نخمو تويكا في في توفير المنتوج اساس، في توفير المنتوج وفي استمراريه الانتاج. وي ان شاء الله نلقاو الحلول هذيا سي ناصر، هذا المهم. ان توكا سي بيان انه تقعدوا مع الوزاره والسلطات باش انكم تلقاو الحلول، لانه هالحوار هذايا هو اللي نجم يمشي بالمساله نتاع المشكل نتاع الحليب والالبان الى حل او شبه حل، هذا ما نتمناه. شكرا لك سي ناصر عمدوني، كنت معنا نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه مكلف بالعلاقات والاعلام. باش نمشيو ميديا ماغ. مرحبا اسامه. الفول سيمي، يلا جينجل. الممثل لطفي بندق ينتقد التلفزة الوطنية. بلي جوست قبل لطفي بندق انت كنت تحكي على الفلاحة وقطع على البناء، جوست حبيت نقول حاجة في الموضوع هذايا، انه فما برنامج ممتاز على قناة الجنوبية قدم فيه محمد بوزيدي قاعد يكشف فيه في برشا ملفات، دونك انا باش نعطيكم سكوب على الاقل الحلقة القادمة السبت هذايا من البرنامج باش يكشف فيه محمد بوزيدي يعني ملفات فساد تتعلق بقطاع الفلاحة، الالبان اللي كنت احكي فيه، الاعلاف، هذا الكل يعني ملفات يحلها محمد بوزيدي على قناة الجنوبية في حوار خاص يطرحها بيانسور مع ضيوفه، وباش تكتشفوا بالرسمي حاجات يمكن لأول مرة تسمعوا بيهم في قطاع الفلاحة وفي شبهات الفساد اللي موجودة في القطاع في القطاع هذا. وي وي بيان، هذا هو المطلوب من الإعلام، يعني يسلط الضوء على الحاجات اللي تهم المواطن وعلى المشاكل اللي يعاني منها في حياته سرتو قفتو. يعني يلا لطفي بندقة دونك ينتقد التلفزة الوطنية. لطفي بندقة كان انشر تدوينة ينتقد فيها التلفزة الوطنية، يوجه لوم للتلفزة الوطنية، يقول خوفي أن لا تجد مستقبلا التلفزة الوطنية مبدعين يرفضون الحوار في منوعاتها. علاش؟ على خاطر حسب تقديره هو التلفزة الوطنية والحاجة ما توفرش الترانسبور للضيوف متاعها، ما توفر لهمش سيارة اللي تنجم تجيبهم وتروح بهم تنقلهم من مكان سكنهم، كيما الإذاعات والتلفزات الخاصة اللي توفر النقل لضيوفها، خاصة اللي ما عندهمش وسيلة نقل وإلا
هي تقترح عليك انت تنجم كونفور بلاتو نجم عندك كهرباء ما تحبش تهزها اخي خاطر البلاتو بعيد فتأمن لك النقل فما عباد ما تسوقش في الليل فما عباد ما تسوقش الجمله فما عباد تخير انه كي تمشي هي تقترح عليك انت كنت تقبل ولا لا اكيد جدا اكيد بيان سور دونك مساله النقل هذيا نتاع الضيوف ماشي دونك انت قد هو اساسا التلفزه على الاساس هذا على الاساس هذا وفما حاجه اخرى انه زاد يقول في التلفزه ما تنجمش تقدم ديديكاس للعباد اللي مثلا لبستك ولا عملتك عملت لك المشطة وإلا ما نعرفوا احنا اذا كان انت باش تحضر في منوعة تلفزية باش يعتبروه ببليسيتي هم يعتبروه ببليسيتي ولكن هذاك على الاقل في التلفزيات الخاصة من معناها ابسط الحاجات اللي متوفرة نجم نقولوا احنا اللي تنجم على الاقل تشكر العباد اللي عاونتك في الظهور التلفزي ودعمتك سواء بلبسة وإلا بحاجة معناها هذا كله يدخل ما عجبكش برشا الموضوع فما طرق اخرى للتعامل مع الحكايه ذي من التلفزه الوطنيه مثلا تفرض انه يا اخي باش تقول حد تخلص مونتون مثلا يعني اما ترفض كاريمون يعني من غير حد شيء ولو انه شكر معناه نتاع 10 سكوندات ماهوش باش يعمل حاجه باش يبدل حاجه كبيره معناها برسمي غريبه و التلفزه الوطنيه حسب التدوينه نتاع الممثل لطفي بندقة لازمها تعمل ميزاجور بصراحه باش تخلط على ركب المؤسسات الاعلاميه اللي تقدر ضيوفها وتعطيهم حقهم وتخليهم يجيوا وهما فرحانين هذا الأهم على الأقل مش فوق من قلبه هو الأهم هو هذا أي أكيد شابة كفيفة تبهر الحكم والحكام عفوا الجمهور في برنامج المواهب الأمريكي The Voice ولا لا Americans Got Talent Americans Got Talent يمكن البرنامج اللي برشا يتبعوه في نسخته العربية ولكن يعرفوه أكيد في نسخته الأصلية باللغة الإنجليزية هي مراهقة إندونيسية كفيفة ومسلمة اسمها بوتري أرياني يعني أبهرت لجنة التحكيم وأبهرت الجمهور في البرنامج هذا بأدائها المبهر في الغناء دونك أرياني كما قلت لكم اللي عمرها 17 عام غنيت واحدة من أغانيها الخاصة قبل ما يطلب منها مقدم البرنامج أنه تغني أغنية أخرى واختارت الفتاة هذه بلوتو غنيت عرفت أنها نقرأ فيها من الموقع آسفة تبدو وكأنها الكلمة الأصبع اللي هي sorry seems to be the hardest word normalement واللي غنيتها بأداء مثير وأثارت حماس الجمهور اللي تأثروا بعضهم فما شكون حتى بكي من الموقف كيفاش غنيت الغناية إن شاء الله عنا منها شوية أموان نحاولوا نسمعوا على الأقل الأداء المبهر للطفلة كان عنا نكسترين عجيب هوي يزينا صوت رسينا في دروا دوتور من بعد وك تعرف الاشكاليات نتاع لي باساج هذوما نجم نخلفه لي صوتها بصراحة والبرنامج شي في حتى في نسخ أخرى مثل النسخة الفرنسية وغيره يقدم حاجات معناها ممتازة معناها بطبيعة الحال شفنا دي جون اللي قدموا فما التونسي الإيطالي اللي شارك في عرب شو اسمها ذا فويس بلوتو النسخه الايطاليه زاد كيف تونس زاد في الخارج تونس يعني يقدموا في اداء ممتاز تونس اللي عندهم مواهب سورتو في الغناء ومن ذا فويس كان ثم يعني في ذا فويس النسخه العربيه اكيد زاد فما تونس ثم فازوا باللقب كان فما مرور معناها ممتاز يسرى محنوش وغيره معناها برشا حتى في قبل حتى اللي نسميهم حمزه فضلاوي زاد صوت ممتاز خلى بصمه في ذا فويس وزاد حتى قبل ذا فويس يافي على الفيوتشر كان فما البرنامج اللي خرج منه مثلا من حمزين ايمن لسيق ومن حمزين حسين عماره هاي برشا ناس بس شنو هو البرنامج على الفيوتشر مفيد قناة على قناة المستقبل به هيت نواصلوا بسبب ختم إسرائيلي على جواز سفر نتاعها منع إعلامية من دخول لبنان تفاجأت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بقرار منحها من دخول لبنان من قبل الأمن العام بعد وصولها لمطار بيروت نهار الأربعاء وحسب مصادر إعلامية لبنانية السبب الرئيسي وراء المنع هو وجود ختم السلطات الإسرائيلية سلطات القوات المحتلة على جواز سفرها وهذا يعتبر مخالف للقانون
اللبناني ليجرم التطبيع، قانون منع التطبيع اللبناني يحظر أي مواطن يحمل جواز سفر عليه ختم إسرائيلي من الدخول إلى لبنان. وبحسب فيديوهات وتغريدات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامية هذه، بقات محتجزة عند الأمن العام اللبناني حتى لنهار الخميس الصباح قبل ما تعلن وصولها إلى الكويت نهار الخميس. وبطبيعة حسب نفس الفيديوهات تقول أنه تدخل سليمان الشاهين القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان، وأخرج الإعلامية هذه إلى صالة المغادرين وين انتظرتها الطيارة اللي سافرت بها ورجعتها إلى بلدها. نشر التدوينة تقول فيها الحمد لله وصلت الكويت وغدا الشر، ما فهمت شنو تقصد بها. وتقول أنا في مطار بيروت قبل هذه، قبل وقت اللي صارت لها الحكاية، تقول أنا في مطار بيروت صار لي 5 ساعات ما أدري سبب وجودي، الحين قالوا لي عليك منع دخول تام وأبدي، شكرا لبنان، هاشتاك فجر السعيد. يعني فهمت شيئا، ما أنت مخالفة لقانون الدولة اللي أنت ماشي تلعب بس تدخل بالسير، شكرا لبنان، لا شكرا على واجب، ولكن أنت ممنوعة بالقانون من دخول لبنان. احنا في أجواء رونغاروس وتنس صغير، ونتذكر أنه ديوكوفيتش وقتها كان مرشح لدورة أستراليا يمت يظلي عندها أكثر من عام ونص تقريبا، وقتها فما لازم باش تدخل أستراليا القانون يقول لك لازم تكون عندك فاكسان كوفيد عملتهم، فما كانش عنده الفاكسان فما دخلش. القانون قانون يعني فوق الجميع، كانت أزمة. وبعد قعد في المطار وبعد ساعات وغير وطالت الأزمة، وبعد رجع وانسحب وما شاركش. مهما كان اسمك أنت مش فوق القانون، سواء أنت تخالف قانون التطبيع ولا ما عندكش الجستيفيكاسيون تاع الكوفيد وإلا لغيره اللي لازم تطبق هذا يطبق على الجميع. نحكي لك حاجة صغيرة، وانتو كان حي مهدي زغديد اللي كان هو معد نتاعنا في غاسين كاغي، يحكي اليوم يرجع مثلا ل رولان غاروس، يقول عندما انهارت الاولى عالميا اثناء النهائي نفسه، شفنا انه في رولان غاروس معناها البارح كانت فما معناها مفاجاه كبيره في السيدات، دونك دون ادنى شك يعتبر نهائي 99 هو اكثر نهائي نسائي تشويق في تاريخ رولان غاروس، ما بين السويسريه من عاش كنت تذكرها مارتينا هينجيز اللي ربحت كل النجمات واصبحت اصغر لاعبه تصنف الاولى عالميا، وكان ما ينقصها الا رولان غاروس، وقدامها كان فما ستيفي غراف اللي كانت صاحبه الخبره الالمانيه. في الشوط الاول فازت السويسريه بكل سهوله 6-3، لم يبقى لهينجيز الا مجموعه وحيده للدخول للتاريخ، وفعلا تقدمت 40-15 وعندها فرصتين للفوز باللقب، معناها تمركي ان بوان تربح. الان الجمهور كان عنده راي اخر، الالمانيه ستيفي غراف كانت تستعد مباشره ثلاث دوره باش تعرس مع اندريا غاسي اللي يلعب بالغدوة مع ميدفيديف. هذا زمن جميل في التنس، محلي والله فكرتني في فرانس 2. كل التلفزات والجرائد الفرنسيه تشجع الجمهور باش انه يحبوا انه ستيفي غراف واندريا غاسي هما يهزوا التيتر بانهم شعارسوا بعد مده صغيره، وفعلا تاثر الجمهور وبدا بالتصفير ضد هينجز وتشجيع غراف اللي انقذت الموقف وعادت من بعيد وفازت بالشوط الثاني 7-5. فهم الجمهور انه السفاره نتاعو والاستهجان اثر على السويسريه الشابه، فقام طوال الشوط الثالث بالتصفير المتواصل ضدها وتشجيع الالمانيه لانها انهارت وسط اللقاء، وذهب إلى الحائط اللي خلفها ولت تبكي في لقطة نادرة ما تحدث في نهائيات غران شلام. اللاعبين خصوصا المصنفين الأولانيين معروفين بصلابة ذهنية كبيرة. هينجيز خرجت تماما من الماتش هذايا وانهزمت في الشوط الثالث 6-2 لتكمل البكاء متاحة في الحفلة التتويج، وليبقى اللقب الفرنسي نقطة سوداء في مسيرة مارتينا هينجيز. حاجة رسمية ملا ريمونتادا، رغم اللي يسمع تصفير الجمهور مخالف لي مخالف، اما يعني كلاسيكيات شفنا تواسى مع عون جابر كيفاش ما تحبش، هي ما تحبش، هي ما تحبش، يأثر على التركيز، يأثر اكيد بيان سور، انه هما في بالهم يشجعوا فيها، معناها مش في بالهم مالوريزمون يأثر على التركيز، معناها سي ان نيفو تخي او نيفو
تخي ونيفو بالحق هذا كانت تهبط وتجرب الزوز قبل في الدين كانت تهبط وتجرب معناها تهبط اللوتة وتشد الراكيتة تفهم صعوبة هاللعبة ذي والبريسيون والتركيز وكل شيء وذلك يأثر على اللاعبين على ذلك الحكام ديما معناها يطلبوا من الجمهور أنهم يسكتوا قبل الواحد حتى طيارة ولا حاجة تأثر على التركيز متاع اللاعبين أما فكرتنا في زمن جميل زمن هاي شكرا مادي زغديجة على التدوينة هذه حتى نستناو فرانس 2 في القايله حاجه اغاسي وغراف فهم برشا بوكو دانديس كانوا والسيف جي والامتحانات وفيه وبرشا ايه حاجات بزين وريحه الفوتوكس ان توكا شكرا لك وسامه كانت هذه ميديا ماغ لليوم كما عودناكم الربح ديما مكمل في افام على الفليجه انتم تنجموا تكونوا من الرابحين سهل برشا وين ما كنتوا اجبدوا التليفون وابعثوا اس ام اس فيه اي اف ام على رقم 85 85 8 جاوب على السؤال وكونوا مزوز فايزين كل نهار اثنين بالشيك كادو قيمته مليون وزيد بنفس تسميه سو بيدو تدخل في القرعه الكبيره اللي تربحك 10 ملايين كاش اي وي 10 ملايين ابعث اس ام اس و 980 مليم مع اي اف ام الربح ديما مضمون مع الفليشه بوا مارشي لو بوان مارشي كيما كل يوم مع صديقنا سي محمد علي الفرشيشي مرحبا بك صباح النور سامي وصباح صباح الفل على التوانسه الكل احنا في سيدي البحري يا سامي حبيتها اليوم تكون لفت اليوم الفرق نتاع صديقنا معناتها نبيل بن ذكري الله يرحمه نبيل بن ذكري ولد الحومه هذه وتعرف هو مطوي وهذه حومه معناتها الفياس نتاع المساوى دونك ربي يرحمه شوف الايام كيفاش اليوم ديجا الفرق على كل هو ربي يرحمه وربي يصبر عائلته خليني نبدا بالدجاج انا يا سامي على خاطر شفتوه اللي ما عادش نشوفوه برشا احنا الدجاج لهنا ب 7000 8000 انا خليني نقول دونك هذا تعرف شو تسمى سي محمد علي في الماركتينج هذا 7990 تعرف شو تسمى اسمه لو بري بسيكولوجيك هيا بي ريت انت ريت انت نقولوا عندك 10 مليمات لا انت ريت الرياكسيون تاعك باش تقول واحد يغزر ديما 7990 ديما في مخه في 7000 ماهوش في 8000 فوالا هذا 7000 فوالا هذاك علاش انا ديما نقول 8000 باهي توا نشوفوا في الحوت هذا اي هاك تشوف النزل لي ب 16600 الورقه ب 17800 دونك البوري ب 12600 القرب سي بقداش 18600 القربسي سردينا بقداش اليوم 6000 انا لقيتها قبيلك ب 7800 يزور لي ولا 7600 قدامك اي هذه 6600 تويكا دونك تعرف اللي سوى نو وما تعرف اللي احنا بالنسبه للحوت ديما يقول لك يا نو يا قمرة اي دونك يفكروني في المثل التونسي يقول لك خوف سالمة خافت من القمرة هربت للظلمة اي دونك الهبرة بقري ب 36 دينار الله يعينكم اخويا علوشنا بقداش سمو ولا 40 توا نحكي على العيد انا شنو حوالي العيد باش نشري علوش انا يمشي هكا ويبعبع بربي هما هم حدوا له سمو 17000 الكيلو قالوا الكيلو ما انا مش نحكي لحم راني نحكي الكيلو حي 17000 وحاجه هكا صرف 45000 يتكلف 45000 يتكلف يتكلف سي محمد يتكلف يتكلف 17490 17500 اهلا بيك وبيك يا عايشك ربي يفضلك يا عايشك عايشك اليوم قداش امك قداش اليوم 8700 هاكا البلاكة صبري خلينا ناخذوها مثال هاكا ب 8700 غاديك الدجاج دونك هذايا في ديفيرينس نتاع 3 متر تقريبا اي ما بيناتهم سوم اي فوالا 700 مليم تقريبا هذيك هي هو راهو هذا اللي تسمى الكونفيرونس الفويال يعني وهذا عندنا فيه ما نقوله راهو بالنسبة للعمل الرقابي أنه ما أنت تلقى ساعات ناس يتفقوا على سوم الله يعينك يا معلم
هاو البوتابقايا ب 2980 انا راني نقول 3000 ايه وانا ناخذ 3000 وانت محلاك والله محلاك قال لي وانا ناخذ 3000 ايه قلت لك بري بسيكولوجيك سي محمد علي قلت لك راه اي نعرف لهنا الخوخ بدينار 480 الله يعينك يا اخويا عايشك يعيشك 14 180 84 فلفل 84 طماطم زاد كيف اهلا بيك الله يعينك يا اخويا مرحبا بيك يعيشك بطاطا 14.80 البصل 980 بلاي شبيه البصل هبط في النارين هذوما هبطة واحدة وقته توا ما انت على خاطر موجود ايه هذاك علاش انا بارح في زغوان لقيته حتى 2 كيلو بدينار ايه هاكا صبري يصبر لك الفلفل الاحمر هذاك 19.80 ايه واو اللوز 2980 دونك تعرف مرة كنا في الساج في برلين يا سامي أي. انا خنحي صديقي سامي من رئاسة الحكومة عاد شفنا اللوز هذا وقتها ما نزلش نقول لك سومه غادي يدوخ لقيناه ب 14 اورو كيما الهند هذا الهند اللي تبيع بالكعبة في اوروبا يعني ترقى لا هما ترقى الكعبة بدورو دورو سانكار احنا مشينا في اول سيزون السلام عليكم اهلا بيك اوكي صبري عمل لي ريت صبري في صحاب يوري معنا اللي انا جيت الجزائر فرسيسي هذا اي اول علوش التونسي ب 37 دينار لهنا والهبره والكوتلات البقري ب 37 كيف تعرف اللي هذه الحومه نتاع نور الدين الكحلاوي ما هو اي نعرف هاكا حانوت حانوت خوه الحوات اي خوه هي الحانوت نتاع نور الدين انا ماشي لها اما هذا الباب الاكحل هذا الدار نتاعهم الاصليه معناها نور الدين هي حومتي شويه راسي محمد علي نعرف ايوا شو حومه صبري الفايدي اللي قاعد يعمل في الصور هذه متربي في الحومه هذه صبري سعيدي معناها وتوا من بكري هو يحكي لي على الحومه وعلى ذكريات الطفوله نتاعو هاو باهي معناها انتم توا تعرفوا هذه نتاع سي نور الدين هاو كخوه اي تحياتي ليه اي ذبح هذايا خويا يا كحلاوي خذ البلايك غنى هذايا سي الكحلاوي سلم عليه برشا سي محمد علي سامي بن نور يسلم عليه وينو غزالي فينو هو شكرا سي محمد علي شكرا لك كانت هذه دورة في واحد من أعرق أسواق تونس العاصمة هو المرش البحري بيان سور وبطبيعة نحييو سي محمد علي فرشيشي كل يوم معنا في أسواق تونس فاصل ونرجع لكم أحلى راديو بكم مرحبا بكم وين ما كنتوا هذه EFM محلى راديو بطبيعة الحال معاكم في صباح النور حتى للحداش ونص باش نمشيو لي حتى لا ننسى حتى لا ننسى نبداوها اليوم بالصوت هذا يلا صاحب هذه الكلمات هو مرسي جميل عزيز من مواليد هذا اليوم 9 جوان من سنة 21 مرسي جميل عزيز توفى وعمره 59 سنة ولد بمدينة الزقازيق كما يقولوا المصاروة كان والده جميل مرسي من كبار التجار درس في الحقوق عام 40 وتخرج منها ولكنه كان مولع بالشعر والأدب والموسيقى وحفظ القصائد واحتراف التصوير أول مرة يكتب شعر كان عمره 12 سنة لقب مرسي جميل عزيز بصاحب الألف أغنية فقد تجاوز عدد الأغاني اللي ألفها ألف أكثر معناها من ألف أغنية لأكبر الأصوات المشاهير متاع الغناء محمد عبد الوهاب محمد قنديل محمد فوزي عبد الحليم فايز أحمد أم كلثوم وغيرهم فيروز صباح
كرم محمود. من أشهر الأغاني اللي كتبها فات المعاد لأم كلثوم اللي غنيتها ولحنها الملحن بليغ حمدي، وألف ليلة وليلة 69 عام 69 وغنيتها أم كلثوم، وقيل إنها رقم 1001 اللي ألفها بعد الألف. كتب لعبد الحليم في يوم في شهر في سنة، وكذلك يما الأمر على الباب واللي لاقت نجاح كبير وانتشار، أنا قلبي ليك ميال للمطربة فايزة أحمد. التحق بمعهد السينما في سنة 1963 وحصل على الدبلوم في كتابة السيناريو، منحته الدولة وسام الجمهور للجمهورية عفوا للأداب والفنون 65، وتوفي عام 80 في 9 فيفري كما قلت عن سنة 59 سنة. ولكن قبل ما يتوفى كتب واحدة من أحلى أغاني محمد عبد الوهاب اللي هو زاد خرجها عام 89 من غير ليه. من مواليد هذا اليوم كذلك 9 جوان 1781 جورج ستيفنسون، وهو مهندس انجليزي واول من انشا سكه حديديه في العالم. يعني السيد ذا هو اللي حط وانشا اول خط حديدي يستخدم في القطارات البخاريه، كان مصمم السكك الحديديه ذي، ويعرف ايضا باسم مقياس ستيفنسون، مقياس السكك الحديدية. تم افتتاح أول سكة حديد عام 1825 بتخطيط من جورج ستيفنسون اللي قرر أنه ينتج المحركات هذه بنفسه، وأنشأ أول دار لذلك، وبطبيعة له الفضل أنه اليوم يكون الناس تركب في التران وتعرف في التران، وأنه يرجع له هو الفضل في إنشاء أول سكة حديد في تاريخ الإنسانية. كذلك في مثل هذا اليوم جمال عبد الناصر يعلن أنه يتنحى عن رئاسة الجمهورية. بيان سور هال الفترة ذي من جوان وقتها 67 اللي هي النكسة بيان سور معروفة بالاسم هذا، ووقتها بعد خطاب شهير جمال عبد الناصر يتوجه للجماهير ويقول أنه باش يتنحى نهائيا عن رئاسة الجمهورية. وقتها كان فما بيان سور معناها الشعب فمش كون قبل فمش كله دونك وقتها بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة كما معروفة، بعد الهزيمة العسكرية الفادحة، وفما مظاهرات خرجت باش أنه يقول يقعد في الحكم، وفما شكون كان يرى أنه لازم يغادر. كانت هذه حتى لا ننسى لليوم. جهين جيكم في الميتيو والأخبار وأخبار الرياضة، نرجع لكم في ساعتنا الثانية.